الثمين والوحيد في مرمى الإمارات في المباراة الماضية شاهدناه قبل قليل. راضي لأحمد كاظم في الجناح الأيسر، يلعبها أمامية في الركن الأيسر للفريق العراقي عبد الوهاب، بتروح لحسام فوزي، هتخذ باتجاه رزاق، والهدف الأول، الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب حبيب جعفر. حبيب جعفر يحرز الهدف الأول في الدقيقة 3 من أحداث المباراة، هدف سريع وهدف ملعوب وهدف جميل وفرحة على أنصار الفريق العراقي. حبيب جعفر اللاعب المخضرم عمره 33 سنة، وفرحة عارمة على الجمهور العراقي الذي يتابع مباريات فريقه، حتى الأطفال وهم فاكهة الحياة يتابعون المباراة، شاهدوا بالعرض البطيء الهدف الجميل بالوجه الخارجي للقدم بالزاوية اليسرى البعيدة. التمريرة من عبد الوهاب أبو الهير وجري من الخلف للأمام، بالنسبة شاهدوا مهارة الاستقبال الرائعة لهذا اللاعب، كتم الكرة بالوجه الأمامي للقدم ثم بنفس القدم على الزاوية البعيدة. العراق تتقدم بهدف واحد قبل شيء، وهجم الآن للمنتخب العراقي في الركن الأيمن، وكرة عكسية من هشام وبيبعدها قلب الدفاع، كرة في الخلف، بناء هجمة عن طريق صالح بقعيدة لعمر المريمي. عمر يلعب كرة طويلة، عمر باتجاه جهاد المنتصر، جهاد داخل منطقة الجزاء، جهاد بيعكس كرة جهاد، وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الليبي عن طريق اللاعب أحمد فرج يسجل الهدف، هدف التعادل، هدف بهدف، وكرة ملعوبة من جهاد المنتصر، صانع هذا اللاعب، صانع هذا الهدف جهاد المنتصر لاعب نادي أمبولي الإيطالي، وجمهور فرح بهذا الهدف وعلى الطريقة الإيطالية بالنسبة للفرح والنور. إذن هدف التعادل هدف جميل عن طريق اللاعب أحمد فرج، أصبح لهذا اللاعب 4 أهداف، هدف جميل على يسار الحارس هاشم خميس، كرة ملعوبة بشماله وبرأس أحمد فرج، هدف لهدف في المباراة، هدف لهدف، هدف جميل للليبيين كما كان الحال للعراقيين. والجناح الأيسر ياسر، ماشي ياسر وكرة خارج الملعب تتحول إلى ضرب ركن. هذا هو ياسر عبد اللطيف اللاعب الذي يلعب في الركن الأيسر بالنسبة للعراقيين، عمره 26 سنة، لاعب نادي الزوراء. ملعوب الكرة بأسلوب قصير، الضربات الركنية ملعوب على نقطة الجزاء وبالرأس، وهدف الثاني، الهدف الثاني الملعوب، الهدف الثاني الملعوب، واللاعب حسام فوزي يحرز الهدف الثاني بعد مرور دقيقة واحدة على تسجيل الفريق الليبي هدف التعادل. حسام فوزي فرحة عارمة لأنصار المنتخب العراقي. سنشاهد الهدف بالعرض البطيء، قلت أن كرة ملعوبة على القائم القريب وحسام فوزي، وأصبح لحسام 4 أهداف في المسابقة، شاهدوا بالعرض البطيء في زاوية أخرى، هدف لهذا المهاجم حسام فوزي برأسه، سجل هذا الهدف بعقله وليس برأسه حسام فوزي. إذن العراق تتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، وحسام فوزي هو مهاجم نادي دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والهدف جاء في الدقيقة 18 من أحداث المباراة، 3 أهداف في المباراة حتى الآن، وهذا الهدف رقمه 63 في البطولة حتى الآن. نسمي الأيسر، وكرة ملعوبة من ياسر عبد اللطيف، بيلعبها باتجاه اللاعب رزاق فرحان. حيوي الهجوم العراقي في هذه المباراة كما هو حال هجوم المنتخب الليبي. إذا المباراة بين هجومين، نقاط من فوزين على البحرين 4-0، وهذا هو الساعدي معمر القذافي، النتيجة واضحة تماما. وهذا هو عمر المريمي المكلف بمراقبة رزاق فرحان، وضربة حرة، وحبيب جعفر سينفذ هذه الضربة رجل لرجل دوما داخل المنطقة، حتى المهاجمين، وبطاقة صفراء لجهاد المنتصر من المنتخب الليبي، بطاقة صفراء رقم 92 في المسابقة حتى الآن. ملعوبة الكرة وبالرأس، والهدف الثالث،
الهدف الثالث للمنتخب العراقي. عصام حمد يحرز الهدف الثالث. الهدف الثالث للعراق. الهدف الثالث. هدفين اصل ثلاثة اهداف من كرات عرضية. الهدف الثاني كان من ضربة ركنية. الهدف بصنع حبيب جعفر وبرأس عصام حمد. شاهدوا حبيب جعفر وبرأس عصام حمد اللاعب المتأخر في خط الوسط عمره 25 سنة لاعب نادي الزوراء. اذا العراق تتقدم بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد. الخط البياني التصاعدي للعراق بدأ منذ المباراة الثانية ويبدو انها كانت درس كبير للعراقيين. خسروا مباراتين، مباراة امام ليبيا في الدور الاول، مباراة امام الاردن في الدور الثاني. وهذا هو اللقاء الرابع والساعد معمر القذافي. النتيجة واضحة تماما، اعصاب مشدودة لكن